kami panggil Qori Qiraat Mujawwad dengan nomor peserta QS038 untuk memasuki mimbar tilawah. Dewan Hakim yang kami hormati, Qori dengan nomor peserta QS038 akan membacakan surah Yusuf ayat 30 dan seterusnya dengan qiraat Imam Abu Amr riwayat Ad-Duri dan As-Susi. Qori dengan nomor peserta QS038 akan membacakan surah Yusuf ayat 30 dan seterusnya dengan qiraat Imam Abu Amr riwayat Ad-Duri dan As-Susi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن
فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. إن هذا إلا ملك كريم فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن
قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. صدق الله العظيم.